تحولت مدرسة شمال مراكش في المغرب إلى مسرح للجدل بعد قرار مثير بمنع 4 طالبات منقبات من دخول المدرسة، والسبب هو النقاب. هذا القرار الذي اتخذه مدير المدرسة فجر نقاشاً واسعاً حول حرية اللباس والتوازن بين الأمن والهويات الدينية، فبينما اعتبره البعض ضرورة لضمان أمن المؤسسات وتسيير التواصل بين الطالبات والمدرسين، وصفه آخرون بأنه تضييق على الحريات الدينية وحرب على الدين. المواقف تباينت بين من رأى أن النقاب خيار شخصي يجب احترامه، ومن دعا إلى حظر الرموز التي تخفي الهوية. مدونة على منصات التواصل أعربت عن استيائها، ووصفت القرار بالعنصري والإقصائي، داعية إلى احترام حرية الطالبات في اختيار الملابس. في المقابل عبر آخرون عن قلقهم من تأثير النقاب على التواصل في الفصول الدراسية. وأنتم ما رأيكم؟